متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. انتهت فترة الانتقالات الشتوية، لكن تغطية ميد سبورت لها لم تنتهي بعد. ففي 4 فيديوهات سابقة قدمنا لكم عددا من أهم الصفقات التي تمت بشكل رسمي، كصفقة انتقال هالاند إلى دورتموند، وإيريكسن إلى إنتر ميلان، وكاراسكو إلى أتلتيكو مدريد. واليوم سنختم هذه التغطية بحيث سنعرض لكم في هذا الفيديو تقريراً جديداً هو الأخير بأقوى 15 صفقة تمت رسمياً في الميركاتو الشتوي، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. كايل ووكر بيترز إلى ساوثهامبتون. بعد أن علم بخروجه من مخططات البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يفضل الاعتماد على سيرج أوريه بدلاً منه في مركز الظهير الأيمن لتوتنهام، قرر النجم الإنجليزي الشاب الانتقال إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وكان كل من كريستال بالاس وبرايتون مهتمان بضم صاحب الـ 22 عام، لكن ساوثهامبتون هو من فاز بالصفقة في النهاية. دييغو ديمي وماتيو بوليتانو إلى نابولي. في صفقة كلفت خزائنه مبلغ 12 مليون يورو، نجح نابولي في التعاقد مع لاعب الوسط الألماني دييغو ديمي قادماً من لايبزيغ حتى صيف 2024، وكان صاحب 28 عام قد انضم للأخير في يناير 2014 وحجز مركزاً أساسياً على مدار 6 أعوام قبل الانتقال لنابولي، الذي نجح أيضاً في حسم صفقة جديدة مستغلاً فشل انتقال الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو من إنتر ميلان إلى روما، ليظفر هو باللاعب صاحب 26 عام على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل مليوني يورو ونصف، مع إلزامية الشراء مقابل 19 مليون يورو، بالإضافة لمليوني يورو كمكافآت. فالنتينو لازارو وداني روز إلى نيوكاسل. نجح نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع لاعب الوسط النمساوي فالنتينو لازارو قادماً من إنتر ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون ونصف يورو، وكان صاحب 23 عام قد انضم إلى الأفاعي في الصيف الماضي من هيرتا بيرلين، لكن المدرب أنطونيو كونتي لم يعتمد عليه كثيراً ولم يظهر اللاعب سوى في 11 مباراة. من ناحية أخرى، تمكن نيوكاسل أيضاً من تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز البالغ 29 عام قادماً من توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء. ماتيوس فرنانديز إلى برشلونة. نجح مسؤولو برشلونة في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي الذي لقبته صحيفة سبورت الكتالونية ببوسكيتس الجديد قادما من بالميراس مقابل 7 ملايين يورو، بالإضافة لثلاثة ملايين يورو كإضافات، وبعقد مدته 5 سنوات مع شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو على أن ينضم اللاعب للفريق بداية من الموسم المقبل، كما تم الاتفاق على أن يقضي الأخير ما تبقى من الموسم الحالي كمعار في صفوف بلد الوليد. وكان صاحب 21 عام قد انضم إلى بالميراس في يناير 2019 قادما من بوتافوغو، وقدم مستويات رائعة للغاية، وعلى المستوى الدولي ظهر فرنانديز مع منتخب بلاده تحت 17 عام في مبارتين، ومثلهما مع منتخب تحت 20 عام. دانيال بودينس إلى وولفرهامبتون. نجم برتغالي آخر ينضم إلى من سبقوه من بني جلدته في كتيبة المدرب نونو سانتو مع وولفرهامبتون، حيث تعاقد الأخير مع الجناح البرتغالي صاحب 24 عام قادماً من أولمبياكوس مقابل 19 مليون يورو حتى صيف 2024. وسبق لبودينس أن لعب بقميص سبورتينغ لشبونة وموري رينسي بالبرتغال قبل الانضمام لأولمبياكوس صيف 2018، ليشارك معه في 68 مباراة على مدار موسم ونصف، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 14. برونو غيماريش إلى ليون. بعد صراع مع أرسنال وأتلتيكو مدريد، نجح ليون الفرنسي في حسم سباق التعاقد مع قائد المنتخب الأولمبي البرازيلي لصالحه مقابل 20 مليون يورو قادماً من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى صيف 2024. ويلعب برونو صاحب الـ 22 عام رفقة بارانينسي منذ عام 2017، وعلى مدار 3 مواسم صنع اسمه كأحد أبرز اللاعبين في الدوري البرازيلي، حيث قدم مستويات رائعة في خط الوسط المدافع وساهم في تتويج الفريق بأربعة ألقاب. جارود بوين إلى ويست هام.
بعد مفاوضات دامت طويلاً، استطاع ويستهام يونايتد الحصول على خدمات الجناح الإنجليزي صاحب 23 عام قادماً من هال سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 21 مليون يورو، بالإضافة لـ7 ملايين يورو كإضافات مستقبلية. ويلعب بوين بصفوف هال سيتي منذ عام 2014، حيث قدم مستويات رائعة على مدار 5 مواسم ونصف، وسجل 54 هدفاً في 131 مباراة قبل أن تقرر إدارة الهامرز التوقيع معه. موسى واغي إلى نيس. بحثاً عن فرص أكبر في المشاركة، انتقل الظهير الأيمن السنغالي من برشلونة إلى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة ل 500 ألف يورو كمتغيرات. وإذا قرر نيس تفعيل هذا البند، فسيكون لبرشلونة حق شراء العقد مقابل 15 مليون حتى يونيو 2021. وكان صاحب 21 عام قد انضم إلى البارسا في 2018 قادماً من يوبين البلجيكي، لكنه وجد صعوبة في اللعب مع الفريق الأول ولم يخض سوى 6 مباريات فقط. أوديون إيغالو إلى مانشستر يونايتد. بعد التعاقد مع برونو فرنانديز، نجح مانشستر يونايتد في تعزيز صفوفه بصفقة أخرى من خلال التعاقد مع المهاجم النيجيري صاحب 30 عام قادما من شانغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ويملك إيغالو تجربة سابقة في البريمير ليج بصفوف واتفورد بين عامي 2014 و2017، سجل خلالها 39 هدفاً في 99 مباراة. وعلى الصعيد الدولي قدم أداءً رائعاً مع نسور نيجيريا منذ عام 2015، ومؤخراً توج هدافاً لكأس الأمم الأفريقية بمصر. كارلوس بيريز إلى روما. بعد أن منح المدرب كيكي سيتيان الضوء الأخضر لرحيله، انتقل الجناح الإسباني الشاب من برشلونة إلى روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 1 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 11 مليون يورو، بالإضافة ل3.5 مليون يورو كمتغيرات. وتم الاتفاق على أن يحتفظ البارسا بحق الأسبقية في الحصول على اللاعب في حال قرر روما بيعه مستقبلاً. وكان بيريز صاحب 21 عام قد تخرج من أكاديمية لاماسيا وتدرج حتى وصل للفريق الأول في مايو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ شارك مع الفريق في 13 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم. ستيفن زونزي إلى رين. بعد 10 أعوام من رحيله من الملاعب الفرنسية، عاد صاحب 31 عام مجدداً إلى هناك من بوابة نادي رين الذي تعاقد معه قادماً من روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء. وأمضى زونزي النصف الأول من الموسم كمعار من روما إلى غالاتاسراي التركي، وخاض 15 مباراة قبل أن يدخل في بعض الأزمات مع النادي الذي قرر فسخ عقده مؤخراً لتتجدد إعارته إلى رين. سيدريك سواريز إلى أرسنال. ثاني صفقات أرسنال الشتوية بعد الإسباني بابلو ماري، حيث أعلن النادي اللندني تعاقده مع الظهير الأيمن البرتغالي قادماً من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء. وكان صاحب 28 عام قد انضم إلى ساوثهامبتون في 2015 ولعب له 5 مواسم تخللها فترة إعارة لصفوف إنتر ميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي، قبل أن يعود للفريق ليشارك معه في 19 مباراة خلال النصف الأول من الموسم الحالي. أليساندرو فلورينزي إلى فالنسيا. بناء على رغبة المدرب ألبرت سيلاديس، تعاقد فالنسيا مع الظهير الأيمن الإيطالي قادماً من روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع عدم وجود بند شراء. وجاء تعاقد الخفافيش مع صاحب 28 عام في ظل المشاكل التي يواجهها الفريق في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة الإيطالي كريستيانو باتشيني بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الماضي، حيث يرى سيلاديس أن فلورينزي يملك ما يكفي من القدرات والخبرة لشغل ذلك المركز ومنح الفريق مزيداً من الجودة. سوسو إلى إشبيليا. الجناح الإسباني خوسي خواكين فرنانديز المعروف بسوسو انتقل من ميلان إلى إشبيليا لمدة 1.5 موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بصورة نهائية مقابل 30 مليون يورو في حال تحقيق مجموعة من الشروط التي تم الاتفاق عليها. ويعد الموسم الحالي هو الأسوأ لصاحب 26 عام الذي شارك مع الروسونيري في 17 مباراة، لم يسجل خلالها سوى هدفاً واحداً قبل أن يقرر خوض مغامرة جديدة بقميص أبناء الأندلس. إيمري تشان إلى بوروسيا دورتموند.
بعد ابتعاده شبه الدائم عن المشاركة في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري مع يوفنتوس وخروجه قبل ذلك من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، قرر لاعب الوسط الألماني خوض تجربة أخرى بحثاً عن فرصة اللعب بشكل منتظم، وذلك بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 1,000,000 يورو، مع إلزامية الشراء في حال تحققت شروط معينة مقابل 25,000,000 يورو تدفع على 3 سنوات. وسبق لصاحب 26 عام أن تواجد في ملاعب البوندوس ليغا بقميص بايرن ميونخ ثم باير ليفركوزن قبل أن يرحل إلى ليفربول ثم إلى يوفنتوس. نختم هذا الفيديو بصفقات في الاتجاه المعاكس لنجوم يعيشون المراحل الأخيرة في مسيرتهم، والبداية بانتقال كيسوكي هوندا من فيتيسي أرنهيم الهولندي إلى بوتافوغو البرازيلي، وانتقال ويلفريد بوني من سوانزي سيتي إلى اتحاد جدة السعودي، بالإضافة لانتقال كيفن برينت سبوتينغ كمعار من فيورنتينا إلى بشيكتاش التركي، وانتقال جيرفينيو من بارما إلى السد القطري. قبل نهاية الفيديو نذكركم بأننا وتلبية لطلبكم قررنا أن نغلق ملف الانتقالات الشتوية بفيديو خاص بأقوى انتقالات اللاعبين العرب في أوروبا، سننشره غدا بإذن الله، فكونوا في الموعد. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.